نادي الزمالك اتعادل مع نادي الإسماعيلي سلبيا بدون أهداف في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري، وبيحتل الإسماعيلي المركز 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، وبيحتل الزمالك المركز 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة. وكمان فريق مودرن فيوتشر اتعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع 13 بالدوري المصري، وبالنتيجة دي ارتفع رصيد المقاولون ل 8 نقط في المركز ال 16، وكمان ارتفع رصيد مودرن فيوتشر ل 14 نقطة في المركز ال 11 بجدول ترتيب الدوري المصري. فريق بيراميدز فاز على فريق زد بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي اللي جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي، وده ضمن استعدادات بيراميدز لمواجهة مازيمبي يوم 24 فبراير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال. النادي الأهلي استأنف تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق التدريبات، وخاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندريس أندويا المخطط للأحمال قبل أن يخوضوا تدريبات فنية متنوعة بالكرة. واصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاج في الجيم بعد جراحة الكتف اللي خضع ليها مؤخرا. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 38 على التوالي، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 25 على التوالي. النجم المصري عمر مرموش نجم فريق أينتراخت فرانكفورت تواجد في التشكيل المثالي للجولة 22 من مسابقة الدوري الألماني بالموسم الجاري. خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة ومحمد. شكرا ليكي يا هالة.